قال تعالى: دقق، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إله، هذه الحياة الطيبة فوق الظروف، فوق المعطيات، فوق الظروف الدولية الصعبة، فوق التهديدات، فوق الفقر، فوق نقص المواد، فوق انعدام فرص العمل، فوق غلاء البيوت. إله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، يكفي أن تقرأ القرآن كل يوم حتى يلقي الله في قلبك أمناً لا يزعزعه تهديدات أهل الأرض. مؤمن أنت؟ التعبير الدارج غالي على الله. أيها الإخوة، الآية هذه: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كان لي أستاذ قديماً توفي رحمه الله، من عادته إن رأى شاب مستقيم يؤدي الصلوات يغض بصره، يضبط لسانه، يبر والديه، يقول له: لا تخف، لا تخف، الله مهيئ لك زواج ناجح إن شاء الله، وسكن مريح، ودخل جيد، غالي على الله أنت. والله مرة واحد ضيفته قطعة جاتو، عمره 90 سنة، قطع أول لقمة وقبل أن يأكلها قال: سبحان من قسم لنا هذا ولا ينسى من فضله أحد. والله يا أخوان، أتمنى كل شاب يتفاعل مع هالدعاء: ولا ينسى من فضله أحدا. ما حينساك، أنت عليك أن تطيعه فقط. دقق في هالآية: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين سوف تأتيك الخيرات من كل جانب. والدليل: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أنت مهمتك أن تعبده، انتهت مهمتك. الله بيهيئ لك مكان معين، دخل معين، زوجة معينة، بيت معين،